الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا متزوجة ولدي بنات من زوج سابق، ولا يوجد لديهم من يعولهم بعد الله إلا زوجي هذا. والسؤال: إذا حصلوا على زكاة من الخارج، فهل يجوز أن نشتري منها الطعام ويكون الأكل بيننا جميعا، أم لا يجوز لي أنا وزوجي الأكل منها؟ إذا كنتم قائمين بنفقة هذه البنات فلسنا بحاجة إلى الزكاة، لا يأخذن الزكاة لأنكم قمتم بالإنفاق عليهما. أما إذا كنتم فقراء فتحل لكم الزكاة أنتم لفقركم، إذا كنتم فقراء تحل الزكاة. أما إذا كنتم موسرين وقمتم بنفقة هؤلاء البنات فلسنا بحاجة إلى الزكاة ولا تحل لهم. نعم.